دكتور بديع وغيرهم، اظن الاستاذ محمود عزت اثناء ما كانوا في السجن عملوا المراجعات واستتابوا يعني. لا ما فيش مراجعات دي. لا لا ما كانش فيه مراجعات ولا حاجه، استتابوا فين؟ هو دي الافكار اللي هم بيؤمنوا بيها لغايه دلوقتي. اقول لحضرتك ازاي بيؤمنوا بيها. سنه 2009 في برنامج من البرامج في احدى القنوات بعد ما حذر الدكتور يوسف القرضاوي في نقد الصحفيين من افكار هؤلاء، وقال انه دول قطبيين وسيد قطب خارج من فكر اهل السنه والجماعه. الدكتور القرضاوي قال ذلك، قال ان سيد قطب خارج من افكار اهل السنه والجماعه، وحذر من الذين يؤمنون بافكار سيد قطب وهم في داخل جماعه الاخوان، وقال ان دول يعني يسيرون عكس الحركه الصحيحه لجماعه الاخوان المسلمين. فالدكتور ضياء رشوان استضاف في برنامج من برامجه الدكتور محمود عزت والدكتور محمد مرسي عشان يتكلموا عن، ودخل مداخله تليفونيه الدكتور محمد بديع واتكلموا عن افكار سيد قطب انها افكار ليست جماعه الاخوان المسلمين فقط ولكنها افكار الاسلام نفسها. لكن نحن قرانا في سيد قطب الاسلام. نحن قرانا في سيد قطب السعه، الفكر الواسع، النظرة العالمية، الرؤية الفاحصة للإسلام. مش هي دي أفكارنا، مش هي دي بتاعتنا، مش إحنا اللي بنقول أبدا المجتمع ينقسم إلى قسمين، مجتمع جاهلي ومجتمع مسلم. هتلاقي حاجات كتيرة قوي بتحصل دلوقتي لما تيجي تسألي نفسك، لما تلاقي واحد من الإخوان المسلمين بيكذب، هو بيكذب وهو أو بيشتم أو بيستخدم عبارات بذيئة في الشتم، هل تعتقد ان هو بيستخدم العباره البذيئه دي في الشتم لان هو بيشتم واحد مسلم زيه؟ لا، هو يظن انه يشتم واحد خارج نطاق الاسلام مش مسلم. ايوه، علشان كده بقى الجيوش الالكترونيه بيستخدموا البذاءات. لا يعني فده معتبرين ان احنا كفره يعني. ايوه، فهو ده المجتمع، احنا المجتمع الجاهلي. هم المجتمع المسلم واحنا المجتمع الجاهلي. انا ارى ان المجموعه الموجوده الان والتي تدير الجماعه دلست على الامه كلها وقالت نحن جماعه الاخوان، وهم سرقوا اسم جماعه الاخوان. هؤلاء ليسوا جماعه الاخوان المسلمين، هؤلاء جماعه سيد قطب، هؤلاء جماعه شكري مصطفى التكفير والهجره، ويستخدموا التقيه ويخفوا الافكار الحقيقيه بتاعتهم. اهلا بكم مره اخرى. بعد ان انتهينا من عرض احداث الاسبوع الماضي، ننتقل الان الى الفقره الرئيسيه. الموضوع الرئيسي الذي نناقشه في هذه الحلقة هو بذاته الموضوع الذي ناقشناه في الحلقات الثلاث الماضية، هو السؤال الذي طرحناه حول الأستاذ سيد قطب. من هو الأستاذ سيد قطب؟ هو سؤال لا يتعرض للتأريخ لما قام به أو ما كتبه الأستاذ سيد قطب حتى رحيله عنا عام 66، ولكنه يتعلق أكثر بموضع أفكار الأستاذ سيد قطب وبخاصة كتاباته الأخيرة اليوم بداخل مختلف الحركات الإسلامية. سنناقش هذا الموضوع بتوسع مع ضيفينا بعد أن نرى مع حضراتكم هذا التقرير. يعني يتحمل مسؤوليته صاحبه ولا يتحمل الإخوان هذا الأمر، يعني كونوا يعني ينتسب الإخوان أو ما ينتسب هذا لا لا لا, لا يضر. حتى لو حسن البنا شرد نحكم عليه أن لا معصوم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن البنا نفسه قال في أصوله العشرين: كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما يعد تعبيرا صادما بحق، أفاد القرضاوي في شهادته أن سيد قطب خرج عن منهج أهل السنة والجماعة بسبب ما أطلق عليه بالتكفير العام، أي التكفير لعامة الناس والنظم السياسية الحاكمة معا، ذلك أن أهل السنة والجماعة كانوا يحتاطون في الحكم بالتكفير على أحد إلا بعد أن تتحقق شروط وموانع في غاية التعقيد والصعوبة. المواقف اللي فيها تكفير المسلمين في أوضاعهم الحالية، وإن الأمة الإسلامية انتهت من زمان، وإنه يجب أن نصرح المسلمين بأنهم ليسوا على شيء من الإسلام، وإن يجب ندعوهم إلى العقيدة وليس إلى الشريعة ولا إلى النظام إلى هذا،
أخذ منه التكفيريون وشكر مصطفى وغيرهم. فالبعض وجد في تراث سيد قطب ما يفيده في اتجاهه ونزعاته. نبه القرضاوي في شهادته المثيرة والمهمة إلى أن قطب في تحوله الفكري الجديد بعد عام 1962 لم يغير في الفروع الفقهية كما فعل الشافعي قديما، وإنما غير في الأصول وهي مسائل العقيدة وقضاياها المتصلة بالإيمان والكفر والجاهلية. ما يذهب إليه وما يتبناه وما يدعو الناس إليه هو الكتب الأخيرة، كل ما كتبه في السجن هذا هو الذي يمثله. فقال له الأخ، قال له أنت إذن مثل الشافعي، لك مذهب قديم ومذهب جديد، والقديم لا تلتزم به إنما تلتزم بالجديد. قال له نعم أنا مثل الشافعي، ولكن الشافعي غير في الفروع وأنا غيرت في الأصول. فهو يعرف إن تغييره في أي منطقة من المناطق غير في الأصول، ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بإسلام الناس وكفرهم. وهنا يبرز السؤال إلى أي حد يمثل المكون القطبي في العقيدة والتفكير والرؤية للواقع جزءا من عالم الأخوان الفكري المتسع والمرن وتراثهم العقائدي والفقهي؟ هل يمثل مكونا أصيلا كذلك الذي مثله تراث مؤسسهم حسن البنا، أم أنه تهجين جديد في روح الجماعة قام به أولئك الجمع الذين يعرفون بأنهم تيار التنظيم الخاص داخلها وجيل 1965؟ كما رأيتم في التقرير، نحن الآن في هذه الحلقة نستكمل حوارا بدأناه قبل ذلك كما ذكرنا، وسؤالنا الرئيسي اليوم لجماعة الإخوان المسلمين. فلم نكن نجد أفضل من أن نستضيف معنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمود عزت الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس اللجنة السياسية أيضا بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق. اهلا بكما، بشرفنا بوجودكم معنا في هذه الحلقه. واظن دكتور محمود اننا راينا او رايتم الحلقات السابقه، سؤالنا لا يزال قائم وسمعنا اجابات غير اخوانيه، نريد اليوم ان نسمع اجابه الاخوان المسلمين. هل افكار الاستاذ سيد قطب المتاخره وتحديدا في الاجزاء الاخيره من الظلال، معالم في الطريق، التصور الإسلامي، مقومات التصور الإسلامي، هل هي بذاتها أفكار الإخوان المسلمين اليوم، أم أن هناك درجة من التمايز بين هذه الأفكار وتلك الأفكار؟ أنا الحقيقة بسأل سؤال مباشر وواضح، في ظل دعاء قضاء، ماذا يمثل هذا الكتاب لجماعة الإخوان المسلمين معالم في الطريق بما فيه من فقرات يمكن نحن نقرأها على السادة المشاهدين ونعلمها جميعا؟ فيها حكم واضح بجاهلية المجتمعات بل وكفرها، لا يوجد مجتمع إسلامي واحد على وجه الأرض، فيه أحكام ليست مما ينسب للأستاذ السيد بل هي كلمة الأستاذ السيد. هل نستطيع أن نقول أن
مثل هذا الكتاب والكتابات الأخرى للأستاذ سيد، هل هي من أفكار الإخوان الإسلامي؟ وخاصة وأنت رئيس اللجنة السياسية التي تتحدث اليوم عن عمل حزبي وعمل سياسي وعمل انتخابي، والأستاذ سيد تتحدث عن ثورة وعن طليعة مؤمنة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن نحن قرأنا في سيد قطب الإسلام، نحن قرأنا في سيد قطب السعة، الفكر الواسع، النظرة العالمية، الرؤية الفاحصة للإسلام. لم نرى في سيد قطب، في نقاشات كثيرة جدا وقراءات وإلى آخره، لم نرى فيه تكفيرا، ولم نرى فيه هجرة، ولم نرى فيه عزلة ولا اعتزالا للمجتمع بالمفاهيم الضيقة التي قد يتناولها البعض أحيانا، بالرغم من النصوص. دكتور محمد، بالرغم من هذه النصوص. نعم نعم، سيد قطب يقول أشياء ثم يكر عليها بعد وقت طويل أو يعني مدة كبيرة من الصفحات ليؤكد معاني واضحة هي المعاني الإسلامية. سيد قطب يعني يقول كلام فتح الله به عليه، يحرك الوجدان، يمس القلب، يعني يتحدى العقل، يوجد صورة حقيقية لهذا الإسلام الذي نبحث عنه. كان مسلما ولا نزكيه على الله، الرجل يريد أن يعرض هذا الإسلام بالصورة التي يجب أن يكون عليها المنهج اللي يوجد مسلمين حقيقيين. يعني أنت مع أن منهج سيد قطب هو بذاته منهج الإخوان؟ منهج سيد قطب لا يخرج بما فيه الطليعة، بما فيه العزلة، بما فيه الجاهلية. هذا أنا أبترضي، إحنا إذا أردنا، أنا قلت برضو في البداية، إحنا نريد أن نقيم الرجل ككل بكلياته، ما قاله وما قاله وما قاله، فإحنا نتحدث عن الإسلام. سيد قطب لم يخرج عن ذلك، وخذ النصوص اللي أنت عايز وأنا أقول لك أنا فهمت إيه واللي موجود والناس فهمت إيه. أحد الإخوان السابقين الدكتور محمود عزة بمناسبة هو الإسلام، وهو يعني رجل ذو قامة نعرفها جميعا، الدكتور يوسف القرضاوي حكم وقال في الحلقة الماضية، وهذه ليست المرة الأولى كما نعلم، لكن هذه المرة ذهب إلى بعيد، وقال أن الأستاذ سيد قطب خرج عن أهل السنة والجماعة. لم يقل أنا ذهب إلى أين، ولكن نستنتج جميعا إلى أين ذهب بما ذكره. فهناك وهناك من الإخوان، من الإخوان من لا يرى رأيكما مكتوبا. نعم. لدينا يعني من الآن هو في السجن وهو خارج السجن، لدينا في شباب الإخوان في جيل وسيط في جيل آخر من يرى غير ذلك. لدينا أيضا واقعة دكتور محمود أشار إليها الآن، وهي الحقيقة مثار الاهتمام، هناك تيار يسمى التيار القطبي فصلوا من الإخوان المسلمين، وهم الآن متمسكون بسيد قطب. أي سيد قطب فيما الأصح، سيدكم أم سيدهم؟ أرد على حضرتك. أنا كنت عايز نفسي قبل دكتور محمود يتفضل برأيه الرصين أن أقول أن هناك آخرين في نفس سن وظروف وتاريخ أستاذنا الدكتور القرضاوي قالوا غير ذلك، وهم كثر. نعم. قالوا غير ما قال، عاشروا الرجل، عايشوه، استمعوا إليه، حللوا ما قال، فهموه. أنا سمعت من الأستاذ مأمون الهضيبي وكنت أبحث برضو، فقال كلاما آخر، لأن المسألة لما حسمت داخل الإخوان بكتاب دعاء للقضاء كضوابط عامة، أنا عايز أعرف بصراحة مش كتعليق على هتكلم عايز حاجة صريحة يعني معلش إيه ضوابط؟ إشمعنى سيد قطب اللي حط له ضوابط؟ لا مش سيد قطب، مش سيد قطب يعني بمعنى ضوابط، مش سيد قطب، لماذا لم يصدر عن الإخوان المسلمين ضوابط لقراءة الإمام البنا؟ هل بالفعل هو أمر طبيعي إن إحنا نرى أن مفكر بقامة الأستاذ سيد قطب يختلف حول هذا الحد؟ إذن في شيء أصيل، مش مجرد أن قراءته أو نسب إليه كذا. وهذا التيار الآخر أنا برجع لدكتور عمر عزت بيه اللي هو بيرى أنه بيسمي نفسه التيار القطبي، ولا أريد أن أذكر أسماء أنتم تعرفونه، هذا التيار يقول أن تفسيرهم لسيد قطب هو التفسير الحقيقي بما فيه الجاهلية والحاكمية وأشياء أخرى نريد أن نقولها بشكل يعني صريح. فأي سيد قطب يعني سيدكم هو سيدهم؟ أنا أعود إلى كيف نتعامل مع النصوص، يعني النص الكلام اللي موجود نصوص في سواء في المعالم أو في غيره، وكيف نتعامل مع ما كتب سيد قطب في ضوء ما هذه النصوص المكتسبة، فيكون الرد على هذه وهذه الطريقة من الناحية العلمية طريقة فيها نظر وتحتاج إلى إعادة وتمحيص حتى سواء كان في التفسير
أو كان في النقد الأدبي أو في الفكر أو في السياسة، كل هذه عناوين رسائل محكمة موجودة في قراءتك لهذه النوعية من النصوص. إلى ما تخلص؟ إلى ما تخلص؟ إلى ما تخلص في ضوء ما هو منسوب كما ترى أنت الأستاذ سيد مثلا من أحكام الجاهلية وغيرها. هل هناك سيد هو الثالث في هذه التحقيقات؟ دلوقتي عندنا أكثر بالنسخة، لدينا الأستاذ السيد النقد الأدبي، الأستاذ السيد الإخوان المسلمين، الأستاذ السيد 62 فما بعدها، ثم الأستاذ السيد التحقيقات. هذا دور الباحثين مثل حضرتك، وهذا ما نأمل أن يقدم للمشاهد وأن يقدم للعالم الإسلامي يعني حقيقة هذه المسألة. المعلوم حتى في التعامل مع نصوص القرآن، نعم، أن في محكم وفي متشابه. نعم. ويرجع في المتشابه إلى المحكم، ولا يخوض الناس في المتشابه هذا، لأن إذا كان هذا ولله المثل الأعلى ولكتابه المثل الأعلى، فأنا أقرب الصورة بس للناس، لكن الفرق ما بين كلام البشر وكلام الله عز وجل. تأذن لي إن في تعليمات من المخرج إن أنا أخذ فاصل صغير جدا عشان ناخذ وقت أطول في شرح هذه المسألة. فاصل قصير ونعود لحضراتكم مرة أخرى. أهلا بكم مرة أخرى. قبل الفاصل كان الأستاذ الدكتور محمود عزت الأمين العام لجماعة إخوان المسلمين يقدم لنا تصور أو رؤية لكيف تقرأ النصوص، نصوص الأستاذ سيد قطب، استيحاء من كيفية قراءة النصوص القرآن الكريم. دكتور محمود، اللي هيقتطع عبارات أو فقرات من كلام الأستاذ سيد، نحن ننصح بأنه يقرأ ليس كتابا واحدا من كتب الأستاذ السيد في مسألة ما يتعلق بالحكم على أعيان المسلمين. فيقول إن غياب الأمة المسلمة لا يقصد به خروج الموجودين الآن عن الإسلام، ويقول وإن كان هذا لا يمنع من وجود الأفراد المسلمين، لأنه فيما يتعلق بالفرد الاحتكام إلى عقيدته وخلقه، وفيما يتعلق بالأمة الاحتكام إلى نظام حياتها كلها. يتكلم عن أن الإسلام نظام حياة، فإن لم يكن الإسلام هو نظام الحياة بشموله وكماله، إذن هذه الأمة قد انقطعت وقد توقفت، لأن نظام الحياة ككل هو على غير الإسلام. فإذا القضية ليست قضية حكم على من يفعل هذا أو ذلك. بس هو كده لم يخرج دكتور محمود عما قالوا بالفعل في في في, في معالف الطريق. حضرتك يعني بقول لا يمنع هذا وجود أفراد. وجود أفراد أن المسلمين اللي موجودين دول ناس مسلمين لم يحكم لهم بالإسلام، ولا يحكم لهم بغير الإسلام، لأن النظام الإسلامي غير موجود. فيسمى هذا بالجاهلية التعريف شرعي صحيح، ونفس الشيخ القرضاوي قال في هذا، وما ورد في الدعاء لا قضاء على نفس المعنى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا، والأحاديث والقرآن واضح، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. والحديث لما سيدنا أوزر اعتدى وقال يا ابن السوداء لسيدنا بلال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية. فوصف النظام هو لا يتحدث عن الناس، ويتحدث عن المنهاج وعن ولما يقول في بعض الأوقات إن ليسوا مسلمين فلا بد أن تؤخذ على المحمل الآخر، لا هم مسلمين أفراد. لكن والأستاذ البنا قالها في وقت من الأوقات، فلما
يعني لم يأخذ الناس على الأستاذ البنا هذه القولة لما اتقالت في 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 وقت ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين. وراى البعض في قولة الأستاذ البنا انه وقوع في فخ التكفير ما كان يجب ان يقع في الأستاذ البنا. هذا الحقيقة ليس من الإنصاف. الحكم حتى بعدم إسلامهم هو امر يعني لكن هذه قضية هقول لحضرتك حاجة. هذا المنهج الحقيقة منهج غير دقيق وغير صواب. حاول معنا على الهاتف الدكتور محمد بديع عضو مكتب الإرشاد وكما يقال مسؤول التربية الفكرية بداخل الجامعة. دكتور محمد أهلا بك معنا. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. دكتور محمد مرحبا يا أستاذ ضياء. يا أهلا بحضرتك دكتور محمد. أنا أحييك وأحيي منهاجك العلمي والحيادي قبل أن أحيي ضيوفك الكرام. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك. الله يرضى عليك يا فندم. دكتور محمد طبعا احنا استمعنا إلى كلام في رأيي مهم للغاية قال نعم. الدكتوران محمود عزت والدكتور محمد مرسي نعم. وزاد علينا الدكتور محمود عزت بأقوال مهمة ذكر أنها كانت آخر ما قال الأستاذ سيد قطب قدر رحيلي في التحقيقات نعم. ولكني أرى أن ما قال وذكره الدكتور محمود عزت منقول عن الأستاذ سيد قطب لم يخرج في رأيي عن ما قال الأستاذ سيد قطب في كتبه. هو نعم لم يكفر على سبيل التعيين وعشان السادة المشاهدين فاهمين هذا الكلام أي أنه لم يكفر الأفراد. ما قالش فلان ابن فلان ابن فلان كافر. هذا الأمر لا يقول به إلا جماعات التي تسمى بالتكفير والهجرة التي تكفر لكل الناس على سبيل التخصيص والتعيين. ولكن ما قاله السيد سيد قطب هو أنه على سبيل الاستثناء هناك أفراد مسلمون والحالة العامة هذا ما ذكره في كتابه في معلم في الطريق ويقول بشكل واضح أننا إما جاهلية وإما إسلام لا يوجد شيء ثالث لا يوجد شيء ثالث. وبالتالي أنا سؤالي بشكل واضح وصريح ومباشر إذا كان الأمر كذلك يعني ضيفان العزيزان يرايا أن أفكار السيد مع بعض الضوابط هي أفكار جماعة الإخوان المسلمين هل مجتمعاتنا اليوم وهي في معظمها كما يرى البعض لا تحكم بالشريعة الإسلامية هل هي مجتمعات جاهلية كما يرى الإخوان؟ أخي الفاضل كرمك الله الحقيقة أنت عارف في التشريع الإسلامي عمل أهل المدينة بيضبط إيه؟ بيضبط الفهم الإسلامي الذي طبقه أهل المدينة قريبي العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو عمل الإخوان المسلمين؟ الواقع الذي عاشه الأستاذ سيد قطب وعشناه معه أقول لك أنه لم يكن يوما ينفذ شيئا مما فيهما عنه خطأ. انظر حضرتك إلى اللحظة التي كان فيها ذاهبا إلى أن يلقى ربه. كان ينادي غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه ثم يسلم على الجنود الواقفين الذين هم سيحملونه إلى سجن الاستئناف لكي يقضي نحبه وتصعد روحه إلى بارئها. يسلم عليهم ويبتسم في وجوههم. هؤلاء يعاملهم معاملة يفهم منها أن هؤلاء ليسوا مسلمين. هؤلاء الذين آذوه بل وشاركوا في تعذيبه كان يعاملهم معاملة. فعمل أهل المدينة يعني يرجح كافة من فهم شيئا لم يكن عليه واقع أهل المدينة. هل هذا الرجل يستطيع إنسان أن يدعي أنه يحكم بكفر هذه المجتمعات ولا يعاملهم معاملة الإسلام التي يحضنا عليها ويعلمنا إياها؟ يا أستاذ ضياء رجاء الله يرضى عليك أرجو أن تقرأ رسالة الأستاذ سيد قطب أفراح الروح بالله عليك يعني رجاء أن تقرأها لكي ترى هذه الرقة التي لا يمكن أن تتخيل معها إنسانا يؤذي إنسانا لا أقول يصدر عليه حكما بالكفر ونحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. هذا منهاج الإسلام في معرفة الناس دكتور محمد. ومعرفة الأفكار والأقوال والأعمال. دكتور محمد المنهج الذي اخترته للرد على سؤالي منهج جديد ومهم وهو الواقع العملي لسلوك الإخوان المسلمين نعم. لكني لا زلت يعني أحلق معك في نعم. الواقع الفكري وليس العملي فقط نعم. أنا أسأل وأعاود السؤال المرة نعم. ربما العشرين لا أعرف ليس لكم نعم. ولكن في هذه الحلقات عموما نعم. ما كتب الأستاذ سيد وفهم كما قيل خطأ وكما قال البعض آخر فهم بدقة نعم. هذا الأمر يخص الإخوان أم لا يخصهم؟ هذه النصوص يعني لا أريد أن يعني أن أقرأ نصوصا طويلة للسادة المشاهدين لكنكم تعرفون ونحن نعرفها. بعض هذه النصوص ملتبسة. هل هذا الالتباس لا يبرر موقف واضح من جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة لدعاء القضاء موقف واضح من كتابات الأستاذ سيد قطب
وليس من مجرد موضوعات ذكرت في دعاء القضاة. الحديث عن الجاهلية أنه لا يعني الأستاذ سيد يقول أنه الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية، لا من ناحية التصور ولا من ناحية الأوضاع المنبثقة، فإما إسلام وإما جاهلية. ويتحدث وهناك ويتحدث بعد ذلك أنه وظيفة الإسلام هي كذا إقصاء الجاهلية، ويتحدث عن أمور كثيرة لو تركت هكذا بدون توضيح أظن أن هذا الأمر يدفع البعض والبعض جميل. كثيرون كما تعلم إلى أن يروا في جماعة الإخوان المسلمين ما قد لا يكون فيه. فأنا أسأل جميل. هل أليس من المناسب أن يوضح هذا الالتباس وبخاصة في كتابات الأستاذ سيد الأخيرة وليس أفراح الروح وغيرها من كتاباته الأولى في مرحلة النقد الأدبي؟ نعم أنا أرجو من حضرتك أن تتصور الظروف التي عاش فيها الأستاذ سيد قطب. أنا أتحدث عن ظروفي نحن الآن لأن لا أتحدث دكتور محمد لا أتحدث يعني سأعود له دكتور محمود عزة في علم أو علوم تحليل الخفاض هناك ما يسمى بظروف إنتاجه. أنا لا أتحدث عن ظروف إنتاجه الآن، لا أتحدث عن خطاب أنتج وأصبح فاعلا بالفعل بين الناس. لا نعاود التأريخ ولا إعادة التفسير أو التبرير، نحن نتحدث عن ماذا نفعل، عن ماذا يعبر هذا الخطاب اليوم. كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك شيئا أخطأ فيه الأستاذ سيد أنا أؤكد لك أن لو كان حيا لكان سيعترف بخطئه في هذا الفهم ويقول لك أنا أخطأت اللفظ أو أنتم أخطأتم الفهم عني. يكفيني هذا جدا لهذا طبعا المضاعي. ظروف الوقت ضاقت بنا، ربنا ينفع بك. هتوجه أولا بسؤال قصير للدكتور محمد مرسي وأعود بالخاتمة لأستاذنا الدكتور محمود عزت. دكتور محمد، إعادة سؤال الدكتور محمد بديع، ألا ترى أن الوقت قد حان لوثيقة نستوضح فيها يرى الناس فيها حقيقة الإخوان المسلمين من قضايا يعني أستاذ سيد؟ وأنا هنا برجع لك بطبيعة دورك في الجماعة وطبيعة أيضا مساهمتك من واقع ما قال دكتور محمد، أنت راجل كنت نائب ومارست دور العملية. الدكتور الأستاذ سيد قطب مثلا في كل كتاباته لا أثر للبرلمان، لا يوجد شيء اسمه برلمان، ما يعرفوش ولا له علاقه بالاحزاب ولا له علاقه بهذا الكلام، وتحدث عن ثوره. أليس الامر اليوم مناسب على الاقل في اللجنه السياسيه، على الاقل من يمارسون عملا سياسيا، ان يوضحوا للناس راي الاخوان الحقيقي في سيد قطب؟ وما دام هو رجل ككل الناس، لماذا يخشى الاخوان وهذا شعوري من نقده علنا؟ طيب بقى. انا ارى ان ما كتبه الاستاذ سيد قطب ليس فيه بالنسبه لمن يقرا الاسلام بعقلية ضوابط الإسلام ليس فيه ما يحتاج إلى تغيير من وجهة نظري، وأنه من يريد أن يفهم أو من عنده تساؤل فواجب جماعة الإخوان المسلمين أن تجيب على هذا التساؤل وتجيب على هذا السؤال. إذا كانت ما زالت الجماعة حتى الآن بقيادتها وعموم وشيوع أفرادها بترى أن الأستاذ سيد قطب لم يخرج عن صحيح الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة. هذا الفكر له هدف معلن وله هدف خفي. نعم. الهدف المعلن عند هؤلاء هو إخلاص التوحيد لله ومحاربة الشرك والأوثان، وهو هدف نبيل في ظاهره، أناس يدعون للتوحيد يحاربون الشرك والأوثان، هذا هو الهدف المعلن. حتى أنهم يؤكدون هذا الهدف في كل صغيرة وكبيرة، يسمون مساجدهم مساجد التوحيد، مخابز التوحيد، شركة التوحيد. كلمة التوحيد تتردد كثيرا حتى في الأعمال العادية، حتى أن بعضهم له شركة تسمى شركة أبناء التوحيد، ولما سألناهم متى تزوج التوحيد وأنجب أبناء لم يجيبونا. هذا الهدف المعلن. أما الهدف الخفي هو تمزيق المسلمين وإثارة الفتن والحروب فيما بينهم خدمة للمستعمر الغربي. يقسمون الأمة، هم يدعون إلى التوحيد في الظاهر لكنهم يقسمون الأمة إلى مشرك وكافر ومبتدع، فلا تجد مسلما على وجه الأرض إلا هم. عقدة شعب الله المختار عند اليهود أنهم هم الشعب المميز في العالم، وما عداهم فهم خدم أو حيوانات لا تستحق إلا أن تكون في خدمتهم. وهؤلاء أيضا ينظرون إلى كل أهل لا إله إلا الله على أنهم إما من المشركين أو المبتدعين. كان في كتاب اسمه مصر في القرن التاسع عشر اللي هو 1800 وانت طالع، في الباب الثامن فيه عنوان المؤلف بتاعه فرنساوي ما هوش مصري، اسمه ادوارد جون. نعم معروف. واخبارك الباب الثامن وكاتب عن الوهابية والوهابيون،
وحتى المقدمة بتاعته مصر في القرن التاسع عشر لساكن الجنان محمد علي باشا وطوسهم باشا وابراهيم باشا وسليمان باشا الفرنساوي. نعم. ترجمة الأستاذ محمود مسعود عليه رحمة الله. لو بصيت في الكتاب ده في تاريخهم بتجد ان هو بيقول لهم ان انا جيت لكم بالدين جديد. ده محمد بن عبد الوهاب. يقول لأتباعي؟ لا، عشان يوحد الجزيرة او ينشئ المذهب في كل الجزيرة كان بيبعت رسائل ليهم. نعم. ويقول لهم انا جئت بدين جديد، والدين الجديد ده ان انتم تهدوا القباب وتشهدوا ان ابائكم ماتوا على الشرك وانتم بقى موحدين، فاذا ان انتم سمعتم دي واستجبتم لهذه الدعوة الجديدة يبقى هتسلموا مني، مش هتقوموني، فانا هجيب لكم جيش يعني كبير وهقتلكم وهزب نسائكم والكلام اللي هو عمله واخذ أمله. نعم. لو بصيت لحضرتك اوان قتال المسلم كفر، هذا في المبدا، في المبدا ده قول سيدنا الرسول لا قتال المسلم قاعده شرعيه. نعم. كفر، فهو كافر نمره واحد لانه قتل المسلمين ما قتل في الجزيره العربيه. نعم. ان تسبي حرة مسلمة هذا زنا، مش ممكن يكون اطلاق الاسلام. نعم. واخد بال حضرتك انك انت تأخذ اموال المسلمين هذه سرقة. واخد بال حضرتك فكيف لكافر سارق زاني ان يقول على الامام؟ هذا سؤال مطروح. نعم. كما ذكر في جريدة الصفعة بتاريخ 21 اغسطس 1924 تقول الخبر يقول والوهابيون يستبيحون دم المسلمين فقد دخلوا الى شرق الاردن فذبحوا النساء والاطفال حتى بلغ عدد القتلى 2750 من المسلمين وكانوا يغنون عند قتل النساء والاطفال يهنون هبوط الجنه رايح وين يا باغيها يقتلون المسلم ويغنون لا عند قتله هذه سعاده وهذه نشوه مع ان الرسول يقول وقتاله لاسال السيد ابو العلاء عن رايه هذا يعني يقتلون ويغنون يعني يقيمون الحراسه والطرب هم مش مسلمين اصلا ده الانسان المسلم لما بيقتل بيحس بندم وبيحس انه ارتكب جريمه او معصيه ده ما بتحسش بحاجه هو مش مسلم اصلا نعم وبيتغنى يتشفى ان هو قتل المسلم فقط لا غير اليهود بيظنوا ان هم الفئه الموحده لله سبحانه وتعالى فقط لا غير شعب الله المختار شعب الله المختار وبقيه البشر هم عباره عن حيوانات في صورة أناس. هم مش عاوزين حد يوحد الله تاني اليهود لا عاوزين المسلمين توحد ولا نصارى توحد ولا اي حاجه لو انت بصيت للحته ديت هتجد هو عاوز يخرج المسلمين من التوحيد للشرك حتى يظل اليهود هم شعب الله المختار يعني هنا كانك تقول بانه يعني الوهابيه تقول بانها ادم هي الفرقه الناجيه يعني وهذا موازن لمقوله شعب الله المختار بالظبط كده عز الدين مولى ابو العزايم كتب كتاب وكان عنوانه تكفير زائد تبشير يساوي تنصير نعم واخد بال حضرتك انت قاعد تكفر المسلمين والراجل الثاني بيبشرهم اروح للي بيكفر واروح للي بيبشر فهي دي خطه ازاي تخرجك من الاسلام وحته التوحيد دي اللي هو قال الزهب حليم انا اضيف عليها مغمز التوحيد ومصمت التوحيد وشركه التوحيد انا انت لما تكون مسلم واحنا في مجتمع اسلامي تفضل طول النهار انا مسلم انا مسلم انا مسلم انا مسلم الا اذا كنت انت مش مسلم اصرار كلمه التوحيد لا اكيد لا يفعلوا هاش معنى نعم واخد اصرارك عليها ان انت توحيد توحيد يبقى انت اصلا مش موحد يعني انا تعاملت معاهم يعني من خلال مطبعه كان عندنا مطبعه وتعاملنا معاهم ما فيش اخلاقيات وبعدين مالك حلال ليهم عرضك حلال ليهم دمك حلال ليهم مباح كل شيء مباح بالنسبه لي المسلم مع ان الحديث بتاع كل المسلم على المسلم حرام دمي ومالي وعرضي
حديث بتاع سيدنا رسول الله، لا هم ما عندهمش كده، لان احنا في نظرهم مش مسلمين. هم جميع الحروب التي خاضوها كما تفضلتم لم تكن الا مع المسلمين فقط، لانهم يعتبرون ان غير المسلم من اهل الذمه، واهل الذمه حقوقهم محميه في القران. اما نحن الذين نقول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، فنحن في نظرهم كفار، والكافر يجوز أن يقتل وأن يسلب ماله وأن يعتدى على عرضه. أنا أرى أن المجموعة الموجودة الآن والتي تدير الجماعة دلست على الأمة كلها وقالت نحن جماعة الإخوان، وهم سرقوا اسم جماعة الإخوان. هؤلاء ليسوا جماعة الإخوان المسلمين، هؤلاء جماعة سيد قطب، هؤلاء جماعة شكري مصطفى التكفير والهجرة، ويستخدموا التقية ويخفوا الأفكار الحقيقية بتاعتهم.